صباح الخير على مشاهدي صباح البلد. الآن موعدنا مع النشرة الجوية. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تقل الرؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة، ويسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للدفئ على الوجه البحري والقاهرة، دافئ على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا، بارد ليلا. ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة في القاهرة العظمى 27 والصغرى 17، الإسكندرية 23-13، مرسى مطروح 22-14، بورسعيد 19-16، شرم الشيخ 29-21، سانت كاترين 19-9، طابة 30-18، الغردقة 28-18، الأقصر 31-18، وأخيرا أسوان العظمى 32 والصغرى 18.